إذا يدخل أبو ولاد الحنان على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ويسأل من الإمام، قال له سيدي الله جل وعلا يقول وبالوالدين إحسانا، ما معنى هذا الإحسان؟ شنو نسوي؟ ماذا نصنع تجاه آبائنا أمهاتنا تجاه الوالدين حتى نكون من المحسنين؟ يجيبه الإمام قال الإحسان أن تحسن صحبتهما، كلماتك لطيفة، تعاملك لطيف، احترام، تعاملهم بأخلاق، تعاملهم بعطف. الإحسان أن تحسن صحبتهما ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا وإن كانا مستغنيين، حتى إذا عندهم ما محتاجين لا تخلي، أنت بادرا أنت أعطيه، حتى إذا ما محتاج لربما ترد إليه ذرة ذرة من الجميل اللي هم عدوه. ومهما نقدم تجاه آبائنا وأمهاتنا نبقى نحن مقصرين. أكو واحد يقدر يؤدي كل حقوق الوالدين؟ أولئك العظماء الذين لعظمة برهم الله قرن طاعته بطاعتهما. الإحسان أن تحسن صحبتهما ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا وإن كانا مستغنيين. أليس الله تعالى يقول لن تنالوا البر، ولن للتأبيد يعني للأبد ما ينال البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.